نيس الدور الفرنسي الدرجة الأولى الجولة الثانية، شاهدنا كيفاش نيس يفوز بالنتيجة بهدفين لصفر أمام ساسبورغ. شاهدنا كيفاش اليوم نيس يفوز خارج ميداني، وشاهدنا الهدف الأول في الشوط الأول في الدقيقة 37 عن طريق كاسبير اللي سجل عن طريق ضربة جزاء. شاهدنا كيفاش كاسبير يعود ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59. يعني مباراة كانت شيقة، مباراة اللي شاهدنا كيفاش تيري أوري اللي دخل بالخطة 4-2-3-1. شاهدنا باتريك فيرا اللي دوز اونترينير يعرفوا بعضهم بعض، يعرفوا بعضهم بعض وين لعبوا مع لعبوا في رحبه، لعبوا في الفريق الفرنسي في المنتخب الفرنسي. شنا باتريك فيرا اللي دخل بخطه 4-3-3. شاهدنا غياب نقولوا باللي شنا كيفاش المباراه، وين شنا والتير، شنا جوردان، شنا كيفاش دانتي، شنا حسن كامارا، جوران، شنا بيرر، شنا كيفاش كاسبير، امين غويري، روني لوبيز. يعني شاهدنا غياب لاعبين جزائريين، وهو صح امير غويري كاين. شاهدنا كيفاش نقولوا البوداوي، شاهدنا عطال، غياب تاعهم عن التشكيله، وين نقولوا باللي بسبب الاصابه، وين شنا انجي من جانب ساسبورغ، شنا كيني لالا، شنا لامين كوني، يعني اسكندر، شنا كيفاش جون، شنا كيفاش ادريان، مهدي شهيري، شنا اجواك، شنا كيفاش ديميتري. يعني نقولوا باللي كانت عبد المجيد واريس اللاعب هذا اللي قدم شوط ثاني بعد دخوله كان كاحتياطي. شاهدنا كيفاش كانت المباراه، مباراه اللي شاهدنا رغم ان ساسبورغ وين الشوط الثاني وين ضغط من اجل العوده في النتيجه، لكن مباراه كانت صعبه، وين نيس عرف كيفاش يحافظ على النتيجه تاعو، خاصه وين الهجوم تاع نيس، وين نقولوا كاسبير، امين غويري، روني لوبيز اللي دخل في الدقيقة 62، وين شنا ميلور اللي دخلوا اللي كانوا يلعبوا، وين داروا ضغوطات كبار على الفريق على الدفاع تاع ساسبورغ. يعني نقولوا بلي مباراة اليوم تلعبت على جزيئات صغار، وشاهدنا كيفاش المباراة وين انتهت بهدفين لصفر لصالح نيس امام ساسبورغ. نيس هدفين، ساسبورغ صفر. الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الجولة الثانية. صحيح.